نكمل المزيد معنا على الهواء مباشرة عبر سكايب دكتور محمد أبو العز المحلل والكاتب السياسي. دكتور محمد مساء الخير. ربما هناك بعض الأنباء التي أشارت إلى حصول بوتين على نسبة 70.9 من أصوات الناخبين، ما هي دلالة هذا الرقم؟ نعم، يبدو أن دكتور محمد أبو العز لم يسمعنا من موسكو. مرة أخرى، 71.9 حصل عليها فلاديمير بوتين، وبالتالي سيكون هذا مؤشرا على أنه سيتولى فترة رئاسية رابعة. المزيد معنا مرة أخرى عبر سكايب دكتور محمد أبو العز المحلل والكاتب السياسي. دكتور محمد، ما هي دلالة هذه النسبة لبوتين من بين 8 مرشحين؟ اولا مساء الخير. ثانيا، هو طبعا ممكن اعتبار هذه النسبه في الوقت الحالي دلاله على نتيجه مبكره لفوز السيد فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسيه، ولكن هناك توضيح بسيط. فحتى الان بوتين حاصل على 72% اجمالي، او ما يقرب من 72% من اجمالي الاصوات التي تم بالفعل فرزها، وليس كل الاصوات التي ادلت باصواتها. هناك فرق. فحينما يصل بنسبه 50% كما هو الدكتور الروسي ينص على ان حين ان يصل احد المرشحين الى رقم 50% مالي عدد المرشحين المنتخبين الاصوات التي ادلت باصواتها زائد صوت واحد فيتم اعتباره فائزا، اعتباره فائز بالرئاسه دون النظر لباقي النتائج. هذا هو الدكتور. فحتى الان هو وصل 72%. الدلاله الاكثر ليس انه وصل الى 72%، الدلاله الاكثر هي ان اقرب المرشحين اليه هو السيد بلودين المرشح عن الحزب الشيوعي الروسي من خارج الحزب. اقرب واحد اليه هو 15% فقط. هذه هي الدلاله الاكثر من وجهه نظري من نسبه دكتور أبو العز، يعني بشكل عام ما هي أهم التحديات التي يمكن أن تواجه الرئيس الروسي القادم؟ أعتقد التحديات ستظل مستمرة إن صح القول. أعتقد أن في الفترة الأخيرة روسيا وخاصة الرئيس بوتين يواجه تحديات يعني ممكن تقترب من الغرب ككل وأمريكا طبعاً. ما رأيناه وآخر المشاكل التي تمت بين روسيا وبريطانيا لأول مرة في التاريخ هذا يحدث. فأعتقد أن التحديات ستظل مستمرة. سيكون هناك تحديات أخرى جديدة، الله أعلم، الأيام القادمة ستبين لنا. نعم، طيب، اسمح لي دكتور محمد أبو العز أن أشير سريعا إلى ماذا يمثل بوتين في المرحلة القادمة في ظل صراعات دولية وإقليمية سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى العسكري. أعتقد أن الرئيس فلاديمير بوتين على المستوى العسكري فهو أثبت في المقام الأول للشعب الروسي ولشعبه أنه استطاع أن يبني دولة قوية لم يعهدوها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. فهو أعتقد أنه كعسكريا رجل ناجح بنسبة 100% بالنسبة للشعب الروسي. ويعني ممكن نقول أن هذا ما يخلق الغرب وما يطلق امريكا، عوده الاتحاد السوفيتي بصوره روسيه فقط وليس كل الاتحاد السوفيتي وليس كل جمهورياته. فاعتقد ان بوتين يسير على هذا الضرب ليستعيد
امجاد روسيا بما انها كانت القوه العظمى حينما كانت ضمن الاتحاد السوفيتي، او بالاحرى كان الاتحاد السوفيتي ضمن روسيا. هذا من الناحيه العسكريه. شكرا جزيلا دكتور محمد ابو العز الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من موسكو معلقا على مؤشرات اوليه للانتخابات الروسيه والتي اثبتت او اشارت الى تقدم فلاديمير بوتين بنسبه كبيره ربما، ومن المرجح بنسبه كبيره ايضا ان يكون هو الرئيس القادم وفتره رئاسيه رابعه لفلاديمير بوتين. دعونا نذهب الان مباشره الى السيد حمدي عبد الحافظ الكاتب والمحلل السياسي. استاذ حمدي مساء الخير. ربما متابعة للانتخابات الروسية، هناك مرشحون ثمانية، يعني بغض النظر عن مؤشرات النتائج التي ظهرت منذ قليل، هناك مرشحون ثمانية من تيارات واتجاهات متعددة، بينهم أيضا سن شاب مثل الإعلامية التي تشارك في هذه الانتخابات، وهناك مخضرمون. هل هذه التنويعة في التقدم للانتخابات بغض النظر عن نتائجها إلى ماذا تشير بالنسبة للمجتمع الروسي؟ أولا مساء الخير. ثانيا، هذا هو الاستحقاق السابع الذي يتوجه خلاله الناخب الروسي إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس لروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق. أذكر أو أذكر بأن الرئيس الأول بوريس يلسن شغل فترتين وفي نهاية الثانية تنازل عن الرئاسة لبوتين. بعده تمت أول انتخابات لبوتين، فاز بجولتين أو بفترتين، تلاه فلاديمير ميدفيديف بفترة ثالثة ميدفيديف بعدين بوتين الفترة السادسة وديان السابعة. بالقطع وجود تيارات متعددة في الانتخابات الرئاسية الروسية زادها ثراء وغنى وحيوية، لكن المعركة كانت أكثر من سهلة بالنسبة للرئيس الروسي لأكثر من سبب الحقيقة. أولا فيما يتعلق بالمنافسة نفسها، فقد غاب عن هذه الانتخابات السياسي المخضرم والمنافس الحقيقي والقوي لبوتين في الجولات السابقة، وهو زعيم الحزب الشيوعي الروسي جنادي زوغانوف. الحزب الشيوعي يعني دفع بمرشح أقل شهرة من زوغانوف هو بافل جرودينين، لكن بقية المرشحين بما فيهم المرشح القومي جيلينوفسكي أو حتى المرشحة الشابة كسينا سابشاك لم يكونوا على هذا المستوى من القوة لكي ينافسوا بوتين. نعم. كما كان في السابق في ظل مشاركة زوغانوف. المعركة في بالفعل كانت سؤال مهم في الانتخابات الروسية والتأثير على نتائجها. هل أزمة روسيا بريطانيا بالنسبة للعميل المزدوج إسكربال، هل معالجة روسيا وشعور المواطن الروسي بأن الغرب يتآمر بمثل هذه الأحداث، هل من الممكن أن تكون أثر بشكل أو بآخر على الانتخابات الروسية باتجاه التشبث برجل قوي مثل فلاديمير بوتين؟ الحقيقة بوتين أثبت في أكثر من موقع وأكثر من موقعة غير تلك الأخيرة دوره وقوته كرجل دولة يعني مسؤول، لكن وإن كان هذا لهذا تأثيرا يعني ملحوظا، غير أن التأثير الأقوى لبوتين أو يعني الانحياز الناخب الروسي لبوتين يأتي من معالجة بوتين للقضايا الداخلية، لقضايا المواطن البسيط، لمحاولته لرفع مستوى معيشة الغالبية العظمى من الشعب، القضاء على البطالة، تشغيل الشباب، كل هذه القضايا الداخلية هي ذات الأولوية في لدى الناخب الروسي. السياسة الخارجية قطعا بتلعب دور ودور كبير، لكن الأساس هو القضايا الداخلية.
نعم، شكرا جزيلا السيد حمدي عبد الحافظ الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من القاهرة، وقبله من موسكو كان معنا دكتور محمد أبو العز الكاتب والمحلل السياسي أيضا تعليقا على الانتخابات الروسية التي ظهرت مؤشراتها الأولى وتشير إلى حصول بوتين حتى الآن بالنسبة للأصوات التي تم فرزها على حوالي 72%. مشاهدي الكرام أشكركم من هنا من الإسكندرية من داخل مكتبة الإسكندرية تحديدا، وغدا لقاء آخر في تمام الثامنة. إلى اللقاء.